سليم شو بدكم تناموا؟ ماما انا رجعت بدي فوت نام. وانا كمان. لا ما في، طولوا بالكم ليجي بابا مشان ناكل فلافل. انا اكلت كثير بعيد الميلاد. وانا كمان. اصبحي على خير. وانا كمان. تعال هون انت وياه. مين بده يكب زباله؟ اليوم دور اخي. يعني ضروري تتذكرها. ماما اجيها لبكره. لا ما راح اجي لك، تعال شوف قدامي، يلا تعال. فوت لجواب، احمل كيس زباله وكبه. شايفتك؟ زبالي زبالي زبالي، انا لازم اكب لي زبالي. ناس بدون أخلاق وبدون تربية. الحمد لله على السلامة سيد جميل. كنت أتأخر لك شوي تانية. كل هذا مشان كم سندويشة بدنا نتسمم، وين كنت لهلا؟ أنا قبل ما تفتحي لي محضر وتسأليني وين كنت وليش تأخرت، اسأليني عن البهدلة اللي بهدلتها وأنا فايت على البيت. ومين بهدلك كمان؟ واحد قليل أدب، قليل ذوق، أهله مو مربينه. رمى كيس زبالة إجا فوق بزر مخي فصفصه طلع لي دنقورة. خرجك تستاهل، لو ما تأخرت لوقت كب زبالة ما كان إجا كيس زبالة على راسك. هلا طلع الحق علي، ما بدي أخذ وأعطي معك. الأولاد وينهم؟ ناموا. لكان ليش طلبوا الفلافل؟ استنوك استنوك، قاملوا عزوك فاتوا ناموا. ليش تأخرت لهلا؟ ما تأخرت. لا أتأخرت. عم قل لك ما تأخرت. لا أتأخرت. لك يا عيني، أنا يا دوب بعد استرحت ببيت أهلي شوي وشربت فنجان قوي وحكينا كلمتين وسناولت الفلافلات وإجي. ولا شو هالكلمتين؟ خليهم كلمة واحدة، ولا لقيتها فرصة ببيت أهلك لترش حكي علي؟ لا رشيت ولا بخبخت، بدي بخبخ حالي هلا من ريحة الزبالة. شو كان بدها أختك؟ مين كان عندها؟ أكيد كان عندها رفيقة حلوة، ما هيك؟ أنا زودتيها ما عاد اقدر اتحمل. شو جميل انت بدك تجنني يعني؟ بدك تجنني؟ منو هي السمرة؟ الله يهنيك. منو هي السمرة؟ انو سمرة اللي عم تناجيها؟ لك ما عم ناجي حدا، انا عم بقرا الجريدة. والمسجلة اللي عم تطلع؟ مو انا، هذا عبد الحليم حافظ. بس انت اللي عم تسمعها. لك شو يعني شو فيها؟ فيها كثير، اكيد انت متيم بوحدة سمرة حتى حاطط هالاغنية وقاعد عم تسمعها. انه بكفينا محمود وحدة بالبناية، شريط طلع بإيدي بالصدفة وحطيته بالمسجلة. وانت من ايمتى بتحب عبد الحليم؟ اكيد وقع بحب جديد، قمت قاعد عم تسمع اغاني. مينو هي؟ مين؟ السمرة اللي عم يغني لك عبد الحليم عنا. يا عمي ما عم يغني لي إلي لا عن السمرة ولا عن البيضة ولا عن الشقرة. خلص انه مو ناقصني مجانين. انا ما دخلني، انت شغلتيه بايدك. الي لشوف مين هي وشو بتشتغل وشو اسمها. انا كبري عقلك وما في داعي للحكي. لا في. طيب في سمره وبيضه وشقره وسيره قوني وكحلي ونادي وكل الالوان. احكي قد ما بدك. ايه يعني عم تاخذني على قد عقلي؟ شو شايفني مجنونه؟ شايفني محمود؟ هلا راح تجننيني بقى. خلص بطلت اسمع عبد الحليم حافظ، راح اسمع ام كلثوم. منيح كمان ام كلثوم بتغني عاطفي. طيب بسمع فيروز. وفيروز بتغني عاطفي. شو بتحبي اسمع؟ شو رايك اسمع النشيد الوطني؟ خلص اذا طلع اليوم سجلي لي اياه. ايه بسجله. وغيره؟ سلامتك. الله لا يسلم فيي ولا عمي. الو غير عن الساعه اللي فكرت اني افشي بالصمام فيها. ايه شو كان بدي بهالقصه؟ ما كنت عايش بلا ما فجاه. الو اهلين. لا لا اهلين اخي سمير. لا كنت عم عيط على الاولاد بس. لا ما في شيء. كيفك اخي؟ بلا اليوم بكره عندك سفر بتتعب بعدين. لا شو دخل مرتي؟ لا يا عمي لا، انا بدي اجازات من مرتي. لك يا عمي اداك وسيم مو انا.
وسيم هداك ما بيطلع من البيت لياخد إجازة أو ليلية، وأبدا عنده ختم خروج وعودة. لا مالي سائل، مو أنا هذا اللي بينحكى عني هيك. لا يا أبو سمرة، أنا مالي سائل عن حدا، لا مرتي ولا غيرها. إيه ماشي حبيب، الله معك، مع السلامة. بطني جميل، بطني جميل، بطني جميل، بطني دكتور زياد. لا ليش الدكتور زياد؟ تعوي لك يا ستي هنسون. قومي 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 حاجة تتمرضي، عيب عليكي، ما فيكي شيء، قومي قومي. ما شاء الله عنك مثل النص ليرة، ما فيكي شيء. شلون ما فيني شيء يا جميل؟ بصيري عم تقطع. مطني لك اصرخي قد ما فيكي، انبحي، بدي روح يعني بدي روح. انتي جميل حمام، انت الله يخلي لي اياك يا جميل، خليك عندي، بطي ارجعني. اذا بتضلي تنوي سيمفونيه كامله بدي روح يعني بدي روح، فهمتي؟ انا اذا ما رحت سمير بيفكرني مقرنب، يعني خلوق، يعني بخاف من مرتي، عم تفهمي؟ واذا صار لك شيء ليكو التليفون جنبك، بتطلبي الدكتور بطيخ. قايم روح، قايم اتحمم وروح اتدوش وروح حمام. روح اتحمام، احضر لك ثيابك. بسيطه يا جميل، بدك تتحمم وتروح؟ أكيد رايح تقابل السمرة، بسيطة أنا فرجيك. بسيطة، شو حيقال هالموال؟ خربت عمري، طلعت نزلت عادت عن ظهري. بسيطة، لا لا بسيطة. انزلوا، انزلوا ملايين، انزلوا، ينزل البلع شيتكم، انزلوا. نيالك شو عبالك، حاجة تغني موالك، لا تهتم لا تهتم ولا عمرك رح تقبل. بسيطة، وشو حيقال هالموال؟ طلعت عمرك، خربت نزلت، عادت عن ظهري. بسيطة، خد حبيبي هاي الخيار الجديد. يسلموا ايديكي، شايفة ما احلاكي هيك، خليكي هنية، اسمك هنا انت، خلعتيني راتي انه حبيبي انت، مشان نشف لك شعرك. على مهلك، على مهلك، على مهلك. شو هالحلاوي هي؟ ليش ما بتضلي هيك على طول؟ حياتك بضل. بدك شي جميل؟ سلامت عيوني، حطيت لك اياها مشان ما يلحقك برد. يسلموا ايديك يا حبيبي عيوني. مو عاجبتني القصة، شبهها ساعة فوق ساعة تحت، ساعة بتطق فيوز وساعة بتشعل فيوز. معقول كون عديت من المحمود؟ لا هي غامس فيها خلق. ماما شو بدك؟ ليش نايمة هون؟ لا حبيبي بس أبوك مقرب، خفت يعديني. ايوه هلا اللي قريب صار يعدي، معك حق تنامي هون. شو قصدك؟ ما قصدي شي، بس هديك المرة لما قرب البابا قريب قوي وطرفح الطرفوح وصارت مناخيره تشرشر، ما قمت من جنبه. الظاهرها الظاهرها هذا نوع تاني أقوى من هداك النوع. هلأ أخوك التاني وينه؟ عم يشخور. عم يشخور؟ يروح فيقه ولبسه مرايلكم لساوي لكم صندرين. يلا مسكينة لنا، مضطرة كل يوم تفيق بكير مشان تبعت الأولاد على المدرسة. منيح لي ما كانت هالمهمة إلي أنا. إيش مكركبة هالصوت هاي؟ صباح الخير إنه. شو ما بدك تردي؟ لسانك اكلوا القط. نياو. على
على فكرة تاني مرة لا بقى تنامي على الصوفة. أنا رجال يعني من الجنس الخشن وبقدر نام على الخشن، بس أنتي جنس ناعم ولازم تنامي على الناعم. يا ناعم حضر حالك من اليوم. لا ما حزرتي، اليوم ما حدا راح ينام هون، معنا نهار بطوله بجوز نتصالح، مو هيك هنو؟ لا مو هيك هنو. لا اسمعي هنو، إذا كل واحد بده ينام بأوضة فأنا أحسن شي روح نام بالأوتيل. نعم أصلا أنت هذا اللي بدك إياه مشان يفضلك الجو تسع وتمر على كيفك. بس بإيدك يعني ما تخليني روحة. شلون؟ بنرجع مننام تخت واحد. موافقة بس على شرط. شو هو؟ كل واحد بدير وشه على حيط. مبدئيا ماشي الحال. شو عليه؟ يلا ما بدك تروحي على شغلك تأخرنا. ما بدي روح معك. أنا عندي هيك شغلي قبل الدوام لكان بقضيها وبعدين بروح على الشغل. لا استنى بروح معاه. إيه شرفي. شو ماشي الحال؟ شايفك مو على بابا. ما في شيء. شلون هنا؟ لسات عم تغار؟ عم تغار وبس. راح تجنني يا رجل. لك حتى إذا شافتني عم بسمع غنية عاطفية بتطفي المسجلة. مرة واحدة نادت لي جميل؟ قام تغارت منها حسبت عم تغازلني. لك تصور قلب الديان يغير اسمي مشان تقدر تفرق بين الناس اللي عم ينادولي والناس اللي عم يغازلوني. شو؟ اسمع سيدي، واحدة قالت لي حلوة الجرافي، بتعرف شو ساويت بالجرافي؟ شو ساويت فيها؟ ربطت فيها السجادة. راح تجنني يا وسيم، بدك تلاقي لي طريقة تخليها تخفف غيرتها علي شوي. لك مو أنت اللي جبت كله هذا لنفسك، حفيت حتى فجرت صمام الأمان. الله لا يعطيني عافية، لك سبقت مختك بأشواط، يا محلى مختك قدام مختي. الله لا يقيمك يا جميل، يا ما كنت إلا، لا تلعب بالنار جميل. ما بترد علي، وهلا إن شاء الله بيحترقوا كل أصابيعك. لا تلعب بالنار جمله تحرق اصابيعك.